عروض كتير جدا. ايوه يعني اول حاجه مثلا معانا جاله عرض قطري بعد احداث بورسعيد سنه 2012 وتوقف الكوره، رفضه. ايوه تمام. برضو جاله عرض من اتحاد جده السعودي 2010، يا جاله عرض من الهلال السعودي 2008. ده على يدي اه والله في على يدي. ما انا هقول لحضرتك بقى، ده كمان ده كابتن الخطيب ساعتها كان نائب رئيس النادي اكد طبعا، هو قال تحديدا، قال انا ابو تريكه وفي وقتهم في فتره حضراتكم يعني كان العروض اكتر والاموال اكتر من العهد بتاعهم، وساعتها كانوا حضراتكم كنتوا رايحين كاس العالم للانديه عام للأندية 2008 مظبوط وخدتوا فيها المركز السادس، اللي السادس هي كان ساعتها مانشستر يونايتد بطل كاس العالم للانديه، وخسرنا من باتشوكا المكسيك 4-2 وخسرنا من فريق استرالي 1-0 ورجعنا، وكان هو جاي له عرض ب 5 مليون دولار، ده على لسان احنا معانا الفيديو برضو كابتن محمود الخطيب، 5 مليون دولار لكابتن محمد ابو تريك، طيب 5 مليون خلينا دولار. نروح نشوف الفيديو ماشي، ونرجع نعقب. ونرجع نعقب برضو على هذا الكلام. وزي ما قلت لحضراتكم، انا بعمل الحمد لله سلسله من الحلقات خلال هذه الفتره. احنا بنرد، بس بنرد بادب وباخلاق وباحترام. خلينا نطلع نشوف هذا الفيديو ونرجع نكمل مع حضراتكم. حاجات مثاليه يعني. دايما في مقارنات بينك وبين ابو تريكه، مش مقارنات وحشه، بالعكس مقارنات طيبه، ودايما انت بتتكلم عنه كويس وبيتكلم عنك كويس، لكن انتوا الاثنين متشابهين في قصه، انتوا الاثنين اتظلمتوا في الاحتراف الخارجي يا كابتن محمود، ان انتوا ما احترفتوش، جالكوا عروض كبيره، انت فضلت النادي الاهلي، واعتقد هو فضل النادي الاهلي. شايف ان ده كان ظلم ولا ده كان فوز بالنسبه لكم انتوا الاثنين؟ والله شوف، انا لو هعتبرها، انا هعتبرها ان هي نصيب. كويس، ولكن نصيب اللي يديك تكريم ادبي، تكريم ادبي دائم. يعني كان انا في خلال حياتي جالي 3-4 عروض. الحقيقه يمكن ما بحس ان اقدرش اعيش في حته بره المجتمع ده وبره الجمهور ده وبره، ما اقدرش. محمد نفس الكلام، بس يمكن محمد اكتر شويه، لان الوقت دلوقتي بقى الاحتراف بقى زياده والدنيا مفتوحه اكتر. احنا زمان كان يا دوبك يعني حد يشوفك، مثلا مونشن جلادباخ مره اتكلموا معانا، نادي من دبي اتكلم معاه، يعني السعوديه مره، حاجه كده وبتبقى. لكن دلوقتي الدنيا مفتوحه والناس كلها شايفه بعض، فالعروض اكتر. العروض اكتر في محمد الحقيقه، برضو ان هو جاله عروض، وعروض بارقام مش صغيره فعلا. طبعا عروض وارقام مش صغيره. وفي برضو نفس الكلام، يعني انا اقول لك حاجه، ما اعرفش، ما اعتقدش ان احنا قلناها قبل كده. كنا في اليابان. وجاله كلمني وانا طالع رايح اليابان، رايحين اليابان، كنت انا رئيس البعثه، واحنا رايحين كلمني رئيس النادي الهلال السعودي. كابتن محمود احنا عايزين محمد. قلت له والله طبعا يعني رحمنا بعض، لازم اخد راي المدير الفني ولازم ناخد راي اللاعب، وبعدين هرجع اكلم حضرتك في خلال اليومين الثلاثه الجايين يعني. تمام، احنا لسه في البطار على ما نوصل ونقعد ونهدى. جبت مستر مانوجزي، اتكلمت معاه في عرض كذا، والعرض رقم كبير مش رقم صغير. كان كبير. طبعا. كان بكام يا كابتن؟ والله بص يا احمد، انا يعني اعتقد هنوصل يعني حوالي 5 مليون دولار. 5 مليون دولار دي في السنه اللي الاهلي خد فيها ثالث كاس العالم. لا. لا. السنه دي احنا ما وفقناش. خدنا الخامس. فساعتها الراجل قال لي بص، الرقم كبير ودي مستقبله. فمن ناحيه ان دي مستقبله، انا ممكن اوافق. انا ما اقدرش اسيبه، لكن ده طبعا مستقبل اللاعب نفسه. فجبت محمد قلت له طبعا محمد في كذا، واتضح انهم كانوا مكلمينه برضه. كان سامي الجابر كان متكلم معاه. فقلت له محمد بص، فكر، متردد جدا الان. قلت له فكر، واحنا لسه لما يعني ناخد يومين ثلاثه ونرد على الناس يعني. المهم يعني اتاخرنا شويه في الرد، واعتذرنا يعني، كلمت الراجل وقلت له معلش ادينا فرصه اكتر. وبعدين رجعنا مصر. كانت المباراه يعني كان ترتيبنا ما كانش كويس. فناس زعلانة. فرجعنا، كان معايا كابتن طارق سليم. ايوه ربنا يا رب يشفيه يا رب يا رب. وكان وخدت برضه رايي، وخدت راي حسن طبعا، يعني عملنا زي شغلنا يعني كلجنه كوره، وسيبنا القرار نسيب لمحمد. فنزلنا قعدنا في المطار، فاكيد جمهور كتير جدا يستقبل النادي، يستقبل الفرقه، رغم الفرقه ما كانتش متاخره يعني، متاخره في الترتيب يعني. فده رد فعل في اول. انا قاعد انا وكابتن طارق كده قاعدين لغايه ما الشنطه تيجي عشان نمشي كلنا مع بعض يعني. فابتدت الناس تنادي على محمد، كانت سمعت كتب بقى الكلام ده في الجرايد.
فبدات الناس تنادي عليه برضه ما سبناش ومش عارف ايه. راح معيط رحت رايح له قلت له انا عرفت قرارك خلاص ساعتها قلت له خلاص انا كده عرفت قرارك فقال لي فعلا انا خلاص مش قادر خلاص. فدي المشاعر دي ما ديها ثمن نعم ممكن يبقى ثمن ادبي صحيح مش لكن ماليه ممكن تخسر نعم لكن في النهايه طبعا. يعني حاجة زي ما حضراتكم شايفين منتهى الرقي في التعامل. وعلى فكرة نفس طريقة التعامل اللي كان بيتكلم فيها كابتن محمود الخطيب من كم سنة دي أعتقد 2008 نعم اللي بيتكلم فيها 2010 بس هي اللي حصل 2008 2010 يعني الكلام ده من 10 سنين نفس الطريقة. قال لك إيه كابتن خطيب وكان نائب رئيس النادي في ذلك الوقت قال لك إيه؟ قال لك أنا رجعت لجنة الكورة وعملنا شغلنا الطبيعي. خلي بالك في الكلام برضو ما هي في رسائل في الكلام. قال لك أنا رجعت لجنة الكورة اللي كان ساعتها العظماء طارق سليم كابتن حسن حمدي وكابتن طارق سليم وكان طبعا الكابتن محمود الخطيب. قال لك أنا رجعت للجنة الكورة عشان نشوف شغلنا طبعا. ولجنة الكورة قالت نشوف اللاعب هيقول إيه. وايضا قال لك انا رجعت للمدير الفني اللي قال هو رقم كبير فخلينا وده مستقبل الولد خلينا او مستقبل اللاعب في ذلك الوقت طبعا النجم محمد ابو تريكه خلينا نشوف برده ابو تريكه هيقول ايه طبعا وعمل ايه وساب القرار في ايد محمد ابو تريكه طبعا زي بالظبط الايام دي هو اللي بيحصل يا دكتور احمد سيستم هذه الايام اصله سيستم مش حاجه جديده يعني اللي بيحصل الايام دي ايه ان النادي الاهلي كلجنه تخطيط شافوا شغلهم اتفق مع المدير الفني على 1 2 3 تم تقديم العروض والكره في ملعب اللاعبين صح. اللي الناس بتقطع فيه دلوقتي او اللي الناس بتنتقده دلوقتي هو اللي كان بيحصل وسيظل يحدث على مدار تاريخ النادي الاهلي. كابتن ابو تريكه اختار لانه واحد سيظل دائما محفور في قلوب كل الاهلاويه بكل الاشكال الحقيقه الناس كلها بتحب محمد ابو تريكه وبتعشق محمد ابو تريكه فالسيستم واحد والطريقه واحده من عشرات السنين وحتى الان وستظل طبعا. ابو تريكه كمان ليه مقوله قال لك خايف امشي واحترف وده يمشي ويحترف ونسيب النادي ما يبقاش في حد ابو تريكه دايما بصراحه يعني من اللعيبه يعني اللده اختارت النادي الاهلي كتير وعرضه ب 5 مليون دولار عرض كبير جدا يمكن ابو تريكه كمان ارقام 5 مليون دولار في 2008 في 2008 يعني ده تقريبا اغلى لاعب عندنا هنا في النادي الاهلي دي حاليا مثلا رمضان يعني 5 من نفس السعر تقريبا فانت بتتكلم من 2008 عرض كبير جدا يعني ابو تريكه مسجل 33 هدف في دوري ابطال افريقيا هداف التاريخي لماتشات القمه برصيد 13 هدف ابو تريكه افضل لاعب داخل القاره الافريقيه ده صاحب رقم قياسي 4 مرات ابو تريكه مسجل 105 هدف في مسيرته مع جميع الانديه اخد 5 دوري ابطال افريقيا مع النادي الاهلي 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 اخد 4 سوبر افريقي اخد 7 دوري اخد 3 كاس مصر اخد 4 سوبر محلي اخد برونزيه كاس عالم فما شاء الله يعني كمان يمكن ابو تريكه لما سالوه برده في الفيديو اللي بعد كده بيقولوا له مستحقاتك في النادي متحفظ عليها قال لهم يعني علاقتي بالنادي الاهلي ما تساويش فلوس يعني انا ما بيني وما بين النادي ما فيش مبالغ لما جددت كنت بجدد على بياض حتى يعني الفيديو طيب. اللي بعد كده خلينا نروح نشوف الفيديو اللي بعد كده ونرجع نكمل مع حضراتكم صعبة بالنسبة لي. هل ده ليه علاقة بالأخبار برضو اللي سمعناها إن مستحقاتك في النادي الأهلي متحفظ عليها أو لا أنا علاقتي متأخرة عليك الكلام ده صح ولا غلط الأول عشان بس ننفي أي إشاعات علاقتي بالنادي الأهلي ما تساويش فلوس ولا بيني وما بين النادي أي فلوس يعني أنت مسامح بالفلوس اللي ليك ولا عندهم أي لا أنا عمري ما بقى بيني وبين النادي أي مبالغ ولا أي عقود أنا الثلاث مرات اللي جددت فيهم على بياض من غير شروط والناس المسؤولة في النادي موجودة وجالي عروض احتراف رفضتها عشان حبا في النادي وحبا في جماهير النادي من القلب أحيانا الناس بتقول لازم تستعمل عقلك في بعض المواقف إنما في بعض المواقف لما يبقى العقل والقلب بالتساوي فالقلب بيرجح الكفة فأعتقد إن أنا في كل موضوعات وكل عقودي وكل وحشنا يا ريكا والله يعني بقالنا كتير ما سمعناش صوتك ولكن ستظل دائما في قلوب كل الأهلوية زيك زي أساطير النادي الأهلي الحقيقة كابتن محمود الخطيب بالوعد يعني لما بيجي يتكلم على كابتن محمود الخطيب بيبقى واخد باله جدا لأن كل الناس تقولك إيه أصلا أنت بتتكلم كده عشان في قناة النادي الأهلي عشان رئيس القناة رئيس النادي ورئيس النادي والكلام ده ولكنها الحقيقة الحب سيظل دائما في القلوب ولن يكون أبدا في الورق ولا في فلوس ولا في أي حاجة تانية ولكن سيظل دائما الحب في القلوب خلينا نروح